بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعذابنا يستعجلون، يعني كلهم هات، هذا ربك تينا تينا اسخطني، اعطيني صيحة، اعطيني لقشة من السماء، اعطيني ماء الطوفان ولا ماء البحر الأحمر. قول اللي تحب، اللي سخرت منه مش يقع على حسابك، كما تو سخروا منك إخوان المسلمين. يا ربي قالنا من المؤمن الإخوة، ما جبناش من روسنا، أعلى الإخوان المسلمين الصافيين الصادقين المخلصين يا رب العالمين، رانا إحنا أعز الناس عند المولى سبحانه وتعالى رب الناس. وإذا كان ثم من استغل التسمية دي وفعل ما قال من وسوس له بإبليس، هذا يتحمس. أما الإخوان المسلمين الحقانيين ما عندكمش أي حجة، اليوم مفسدين مستحيل، كما السعودية كي مشاو الغادي شنو اللي جرى بسبب الأسباب، شنو اللي جرى؟ مابقاش تحسين العلم بالقرآن وتحسين العلم بسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، اليوم ما همش باهين، لأنه الأمريكان في يد الصهاينة قالوا هؤلاء وعرفونا اللي إحنا أعدائهم 100%، إحنا ما لناش نصف الحلول. على الحل الوحيد ابعد عنا، ما يسيبك اذى منا، ما تحاربناش، ما تعملش علينا، ما عندك مش تخاف. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، موصوليوني يبطل مؤامراته واغتيالاته، معنا متبعين بشيء، امره الى الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، نعود ان شاء الله تعالى.